اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من الارقام التاليه اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب. اتمنى تكون الرساله مكتوبه ومتبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر بالدقائق الاخيره نقراها من حلقات هذا اليوم ونعرف الرساله اللي جتنا من وين ومن منو. نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا بحلقه هذا اليوم هو ملف الاستيلاء من قبل الاحزاب والسياسيين والمتنفذين على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة لمواطنين بظل الفوضى اللي تسود هذا البلد العراق. أكو جهات هواية مسنودة حكوميا ومنها تتبع ميليشيات تحاول أن تستولي على أراضي وممتلكات الناس بحجج كثيرة وعمليات تزوير كثيرة وغيرها من الأمور، وأكبر حجة عندهم هي الاستثمار. بالرمادي بمحافظة الأنبار اشتكى أهالي الأراضي الواقعة بمساكن الضباط أو دور الضباط بحي الزراعي اللي يتبع إلى بلدية محافظة الأنبار، وقدموا مناشدة موجهة إلى الرأي العام يردوكم أنتوا تحلون هاي القضية، وهي قالوا ما نصه اتعرضنا لحيف وضيم كبيرين من خلال قيام مجموعة معينة خلال حقبة تولي وزير الدفاع السابق أن يخفون أوليات تملكنا احنا لهاي الاراضي اللي اشتريناها باموالنا قبل عام 2003، واستولوا عليها وعلى عدد منها من خلال تضليل القضاء وتقديم معلومات مغلوطه بهاي الخصوص. هالسبب الناشد الراي العام حتى نطالب باعاده النظر بهاي القضيه وبهذا الامر، وان ينصفونا ويعيدون الحقوق النا والى اصحابه الشرعيين. مناشده اخواننا في محافظه الانبار تسمعوها هنا. زراعية من عام 1620 ساكنين بيها، وهذه أرضنا وجدت الدولة وطفتها في زمن النظام السابق، طفتها الدولة أخذتها بليش هاي أرض زراعية ونأخذها نوزعها لجمعية مساكن الضباط. عندما أخذتها الدولة وزعتها لجمعية مساكن الضباط احنا مشيدين عليها بيوت، اجوا مصقة كل واحد متجاوز على الأرض سقطوا له بيت وانطوه قطعة، هي غرفة غرفتين سقطوا له، حكموا له دار. عندما حكموا له الدار قالوا له تشتريها، واشتريناها من عندهم بثمن، ورا ما اشتريناها بثمن ردوا من النوب قالوا لنا لازم تطوبون يا بنطوب بيش المتر، قال طوبون المتر ب 1500 ودفع لهم المتر 1500 وطوبناها، والضباط طوبوا لهم المتر 100 دينار واحنا طوبونا ب 1500، وعندما دفعنا فلوس وطوبنا العرض وصارت عندنا لدينا سندات وجايز بناء عندنا بيها جائزه مال بناء وعندنا خرائط بيها وارض مو مهموله هاي، وهاي ارضنا قاضبينها مو اليوم البارحه من عام 1620 والله سندات بيها وخرائط اكو بيها مسوده من زمن العثمانيين. هذا بيت مال ايتام، هذا ما يقعدون بالشارع ولا شيء، وين يروحون؟ يقعدون بالشارع حتى الدوله تكيف، لو ابو جمعيه المساكن يكيف. مقابل جماعية وهاي هم راح يسوي كام كلها مسلوبة، قعدوا ببيوتهم وداي البيت فوقهم خلينتهم حتى خلصوا من الحياة بعد فردنا البيوت ما نطلع من عدل ولا ما نطلعون ما نطلع من عدل لو نموت بيها ما نطلع. أحد الأشخاص اللي شايل سند عقار، إذا انتبهتوا له قبل شوية أتصور هذا الشخص مكتوب به ملك صرف. ملك صرف يعني لا الحكومة ولا الأحزاب ولا أحد يقدر يتصرف فيه إلا صاحبه وورثته بعد عمر طويل. أما يجون ناس هسه بالباطل يغيرون جنس الأرض أو وضعية الأرض، هذا شيء. شغلة اللخ الحج هنا الله يعطي الصحة والعافية قال لك ذن القياعين قبل 2003 قالوا لنا لازم تصوبون وضعكم وحسبوا لنا المترة ب 1500 دينار، والضابط بالجيش العراقي في تلك الفترة في زمن الدكتاتورية حسبوا لي ب 100 دينار، وطوبوا وجهزوا وكملوا واخذوا بها سندات، ويقول لك عندنا اجايز مال بناء همينه وذني قياعيننا
ويقول لك أنا مو أنا جيت اشتريتها أنا أول واحد، لا أنا القاع اللي أنا دا أشتغل بيها واللي قاعد بيها أجداد أجدادي من 1620 هم موجودين بهاي القاع. كان أكو نظام بالعقارات خصوصا للفلاحين، الفلاح اللي يشتغل بقاع أكو نظام بالعراق كان اسمه الشفعة. شنو يعني الشفعة؟ يعني الفلاح يشتغل بقاع بس القاع مو قاعة، مثلا قاع مملوكة للدولة، الدولة تريد تبيعها. أنا ما دا أقول لك واحد القاع قاعة ويشتغل بيها، لا أنا دا أحكي لك بغير نظام. فتجي عليها أول شيء أنت جاي تشتغل بهاي القاع وتترزق من عدها وتاكل وتشرب من حلالها، إحنا راح نبيعها، إلك نية تشتري؟ يخيروا للي يشتغل بالقاع، عند المقدرة والإمكانية اشتراها وصارت القاع قاعة والحلال حلالة، ويقولوا له الله يوفقك. ما عنده مقدرة يقولوا له يا بترى إحنا راح نبيع. فهذا اسمه نظام الشفعة. زين اللي عندهم سندات ذولا شنو ذولا؟ زين هاي السندات من وين طالعة؟ من وين؟ تريد تقنعني قبل 2003 دائرة التسجيل العقاري كان بيها تزوير؟ نطلع من هنا نروح إلى محافظة النجف. محافظة النجف أهالي عدد من الأراضي الزراعية اللي موجودة بين منطقة أبو صخير ومركز المحافظة اشتكوا من محاولة جهات هواية متنفذة أن تسيطر على أراضيهم وجرفت مزارعهم ونخيلهم بحجة شنو؟ الاستثمار. وطالبوا بتدخل الجهات المختصة لإيقاف ما أسموه بالاستعمار مو الاستثمار. خلونا نشوف. نخلات وساتين وحلوة، الله والله العظيم ما قف السانة بالجنة. تجون يجرفون ساتين عالم قاعدة بيها صار لها 50 سنة أو 40 سنة، عقودهم مجددة، دافعين فلوس للزراعة، مجازين عراقيين، مو تقول مشغلين بنغاليين وتقولون يا بذول قطاعيين. اجيناكم قلتونا جانا السيل، نعم اجتنا الجرافات، نعم اليهودية الإسرائيلية، نعم نعم عموما استعمار وليس استعمار. استثمار عاشت ايدك والله، استعمار وليس استثمار. زين هاي قيعانكم ما زيحت؟ ها ما زيحت. زين هاي قيعانكم مين بالضبط؟ هاي المنطقة هاي ما قبل انا قبل بساعة القطعة واحد ومقاطعة ثلاثة حصوة الخورنق. حلو القطعة واحد ومقاطعة ثلاثة حصوة الخورنق تحديدا تحديدا بين النجف وبين ابو صخير، مو بين النجف وابو صخير، هذا كان الحصانات. ما عندكم اذية على احد؟ ما عندنا اذية على واحد ولا ان علاقة بواحد ولا ما ديننا واحد، والان يفترون عليها لانها منطقة استراتيجية حيوية زراعية. حلو. وما صاير هذا يفشون الزراعة، احنا وين ناشد وزير الزراعة؟ وين نولي؟ وين نهاجر؟ مو هسه قاعد يعقد للناس ويعطيها ارض يقولها زرعوا تمام بتشول ها تمام ولا. فاحنا هاي مزروعه، هاي خلونها حزام اخضر للمدينه يتجنبونها. حجي ترى ما يعرفون شنو يعني حزام اخضر، هالكلام ويا الحجي. اكو شغلتين اريد احكي بها بهالموضوع. الشغله الاولى الدول، واكو بعض الدول اللي هي بالصحراء مثلا الامارات العربيه المتحده ما بها أراضي خصبة صالحة للزراعة. فعلت ما فعلت ودورت ما دورت وسوت ما سوت حتى تحول الصحراء إلى مناطق زراعية خضراء. العالم كلها تفكر شلون توسع من المناطق الزراعية، لأنه الزراعة تعادل النفط بالمورد للدولة. هاي رقم واحد. رقم اثنين راح أحكي على هاي النخلة. النخلة اللي هي رمز العراق، رمز العراق من أيام بابل وسومر وأكد وآشور، آشور الأولى والثانية وبابل الأولى والثانية، ورمز العراق على مر السنين. والنخلة موجودة على كثير من الشعارات العراقية كونها رمز للعراق. والعراق اللي كان متربع لمدة أكثر من 3 عقود على عرش مصدري التمور للعالم لكثرة أنواع التمور العراقية، لكثرة الإنتاج ولكثرة وجود أشجار النخيل بالعراق. اليوم العراق بدل ما يهتم بالنخيل وبصناعة التمور والدبس و و و والكثير من الأمور، اليوم هو قاعد يجرف النخل. النخل اللي لو العراق استفاد من عنده بصورة صحيحة
وارد يعادل وارد النفط اليوم بالعالم. لو العراق فكر بالنخلة، والنخلة شجرة حالها حال أي شجرة، اللي الرسول قال بالحروب لا تقطعوا شجرة، فما بالك بالسلم؟ بحجة شنو؟ الاستثمار تحول لأرض زراعية إلى سكنية، وبعدين شقد مساحة الأراضي الزراعية اللي راح تقلصها؟ روحوا دوروا وجوجلوا بالإنترنت، شوفوا العراق قبل عام 2003 شقد بمساحة خضراء وشقد كان بإنتاج زراعي ومحاصيل زراعية، وشوفوا إنتاج العراق اليوم ومساحة العراق المزروعة اليوم. إضافة إلى ذلك الدعم الغير موجود من قبل الحكومات الحالية للفلاح العراقي بكافة المحاصيل الزراعية، إن كانت حمضيات، فواكه، خضروات أو رز أو غيرها. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق ويانا من عبد الصمد الشماطي يقول: ممتلكات شخصية يجب عدم تدخل الحكومة في أي ذريعة كانت. وسيف حيدر الخيري يقول: والله جريمة، جريمة إبادة للحياة وللإنسانية وللعمل، جريمة بحق كل شيء على الأرض، بشر وماء وتراب وحتى النبات والشجر، جريمة يقومون بها عراقيين بحق كل شيء ينتمي للعراق من الناس الفقراء لحد ممتلكاتهم. وصفاء الحيدري يقول: الله لي يوفقهم، شنو هالكارثة؟ يدمرون الطبيعة على مود النفط، إلى أين يا عراق؟ ونور النعيمي تقول: الله أكبر على كل ظالم، أكو أحلى من منظر النخيل؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا ماكو أحلى من أنك تمشي في مدينة والنخيل موجود بشارع على اليمين وعلى اليسار. قبل كان كل بيت لازم بحديقته أكو نخلة، قبل كنا نحب نشتم ريحة النخل والذر مال النخل وموسم التلقيح، كنا ننتظر النخلة وهي بلشت توها تحمل ثمرها، ننتظر النخل شوية شوية يستوي، وكنا نتونس لما ننطب إلى محل في الأسواق العراقية الشعبية مختص ببيع التمور وتشوف أنواع من القواشر وأنواع من التمر الأحمر والأزرق والبربن والبرحي والأشرسي والزهدي وغيرها 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 وغيرها، والخستاوي وأصابع العروس، والخستاوي أنواع والبرحي أنواع والرطب أنواع والبصراوي أنواع. كنا نتونس يا محلاها لما كان عندك بيت وبأكثر من نوع تمر وتقدر تغير طعمك من تمرة تمرة، يا محلاها لما أنت عندك مزارع تمر ودبسك يجيك من عندك وشغلك بيه. كنا نتفاخر بالدبس العراقي والنخل العراقي والتمر العراقي وغيرها وغيرها، بس من يوم اللي جوي ذولا يحكمون البلد ما شفنا غير الشفل والنخل مشمر. ليش؟ أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، أصبح واضحا لهذا الشعب المظلوم أن هذه الحكومة قادمة لتدمير كل شيء يدعم هذا البلد، من كرامات الإنسان ومن أملاكه ومن الحزام الأخضر وغيره. قبل كل شيء سيدي الكريم، أطالب من هذه الحكومة في قابل الأيام أن لا تعيب على الاحتلال الصهيوني ولا تقول الكيان الصهيوني، لأن أعمالكم في مصادرة الأراضي تشبه أفعال الاحتلال في الضفة الغربية وفي غيرها وفي القدس وفي غيرها، فلا تنتقدوا الكيان الصهيوني، ينتقده غيركم لأنكم محتلون تطبقون أفعال المحتل. أما بالنسبة للحزام الأخضر وتجديف البساتين فهذا الأمر أصبح معتادا، هؤلاء يريدون أن يدمروا كل شيء في هذا البلد، من كرامة الإنسان، من أمنه، من اقتصاده، من صناعته، من غيره، ومن هذه الأمور التي يريدون تدميرها هو تدمير الحزام الأخضر وتدمير النخيل من ضمنها. سيد الكريم، كما تفضلت، العالم يحاول أن يشجر ويحاول أن يوسع الحزام الأخضر، إلا هذه الحكومة تحاول أن تضعف الحزام الأخضر، وتدعي أحيانا أنها تريد أن تكثر الحزام الأخضر لكي تحسن الأجواء وغيرها،
وهذا كالذي يتحدث عن الخيال في وسط شعب يعرف كذبهم ويعرف نفاقهم. من التجارب التي رأيتها في العاصمة بكين، رأيت الخبر وكأنني أمشي في غابة، وعندما سألت المترجمة عن سبب كثرة الأشجار قالت بسبب الزحام وبسبب السيارات نحاول تعويضه، نقص الأكسجين باستخدام كثرة الأشجار، لكن هذا البلد يريد أن يدمر حتى الأشجار لأنهم إفساد ولا يصلحون أن يكونوا حكومة، إنما نكتب ونسميهم الفساد والعصابة والتسليب. وشكرا للبرنامج. شكرا شكرا شكرا. هنالك أيضا كثير من القصائد بحق النخلة، وأتذكر مقولة تقول كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بالحجر فيلقي أطيب الثمر. هاي واحدة من الكلمات التي تقال بحق النخلة. أو يقول لك ثلاثة مظاهر تذهب عن القلب الحزن أو عن المرء الحزن، اللي هو القمر في ليلة بدر والماء الجاري وسعف النخل حين يعانق السماء، وأنت تسمع صوت السعفة والهوى يوديها ويجيبها. فعلى كل، النخل العراقي أو النخيل العراقي اليوم هو أول المستهدفين من قبل الأحزاب والكتل السياسية والميليشيات، وهنالك الكثير 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 من البساتين التي جرفت، وهنالك الكثير من البساتين الأخرى المستهدفة من قبل الجرافات لتجريفها بحجة الاستثمار وتحويل جنسها من أرض زراعية إلى أرض سكنية أو استثمارية، يبنون بيوت ومولات على أراضي زراعية. من المفترض أن العراق يفكر شلون يستصلح الزراعة أكثر وأكثر ويوسع من مساحة الأراضي الزراعية، لكن إحنا نقلصها مع الأسف. أنا ما أحكي عن المواطن العراقي، لأن المواطن العراقي مثل أبو سمية وغيره وآني يفكر بالزراعة، أحكي عن الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 لليوم. بالكلام عن الحكومات، خلونا نروح إلى الملف الصحي العراقي المنهار والواقع المتردي والتعبان نتيجة للفساد والإهمال ووصول أناس لا تفقه شيء لا في الإدارة ولا في الطب ولا في قوانين العمل الإنساني ولا برسالة الطب إلى العالم. وتخيلوا شنو يصير تحت أنظارهم، تحت أنظار أعضاء مجلس النواب والمحافظات. مثلا مدير عام صحة البصرة 10 سنوات متتالية يتغاضى عن إكمال مركز الأورام الطابق الثالث بالتحديد بوسط اكتظاظ أسرة المرضى والحاجة الملحة لمثل هذا المركز بالذات في محافظة البصرة اللي تعاني ما تعاني من أمراض سرطانية نتيجة لحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في محافظة البصرة. تعالوا نسمع. شركة نفط البصرة بعد معاناة من 2011 لغاية الآن ننتظر مدير عام صحة البصرة يتابع وياكم مركز الأورام اللي أسعته حاليا 60 سرير وبالتالي بيطابق 30 سرير متروك، خاطبكم مرة واحدة وترك الموضوع. أنا أدري بك يا مدير شركة نفط البصرة من أقلك أهلك وناسك جاي تموت بالسرطان وما عندهم مكان آخر أيامهم يأخذون الجرعة، أنت ما راح تقصر. وبالتالي المنافع النفطية إحنا كبصريين إن حق فيها، وأيضا باعتباره مدير عام صحة البصرة بديه بالعيادات الطبية وبالخصوص عيادته فيها أشعة ومفراس ورنين ومتابعها وما متابع حياة الناس، فارتئينا إحنا نجي نتابع حياة أهلنا وناسنا. طابق بمركز الأورام متروك من زمن خلف عبد الصمد ومن سنة 2012 أو 11 لغاية الآن ما حد حرك ساكن. مدير صحة البصرة لو سأل المحافظ وقال له أهلنا جاي يموتون ما أعتقد يقصر، لو سألك يا مدير شركة نفط البصرة وقال لك إحنا عندنا حق يمك والسرطان بسبب التلوث البيئي شاصرفت له يا مدير شركة نفط البصرة. المناشدة تحت أنظار السادة النواب المتمثلين عن البصرة وأخص النائب علاء الحيدر رئيس لجنة الغاز والنفط، عم تابع بثواب موتاك تابعنا هذا الملف مع المنافع الاجتماعية عندنا طابق مسقف وكامل عوزة بس كم جهاز وكم سرير والنبخة، يعني ما معقول المريض جاي يكسر على الجرعة، يعني هو يريد يموت ماكو مكان يموت فيه. تعرفون العراق ده يعتمد بشكل 90% على النفط اليوم،
والعراق يحرق الغاز، علما انه العراق يحتاج الغاز لانه محطات توليد الطاقه الكهربائيه اليوم بالعراق غازيه، بالذات اللي استورده النور المالكي وغيره 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 من محطات سيمنز وغيرها، محطات غازيه لتوليد الكهرباء. واليوم العراق يستورد بنزين وغاز وغاز من ايران، واحنا عندنا غاز، بس احنا شو نسوي بالغاز مالتنا؟ نحرقه. حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط خصوصا في محافظه البصره هذا يؤدي الى اصابه العشرات بشكل يومي، العشرات بشكل يومي في مدينة تعدادها ما يقارب 3,142,500 شخص بشكل يومي، عشرات يصابون بأمراض السرطان المختلفة. فستين فراش بمركز الأورام كافي عليهم، أما يكملوا لهم مركز الأورام بالكامل لا، هاي مصيبة. شلون يكملوا لهم مركز أورام؟ وبعدين من يجيبون ناس يشتغلون؟ تعرفون أنه إحنا ما عندنا ناس ما عندها عمل، البطالة صفر بالعراق وشبابنا كله شغال. لهذا السبب احنا الشركات النفطية معتمدة على البنغلاديش والصين وكوريا واليابان والهند وإيران، لأنه ما عندنا ناس تشتغل، ما بقت وظيفة العالم تشتغل بها. فإذا كملوا لكم مركز الأورام من يجيبوا لكم موظف إيراني لو هندي لو بنغالي؟ هذا التهكم. أما الحقيقة مبكية. محافظة ميسان، واقع المستشفيات ما يختلف عن باقي المحافظات العراقية، اللي تعاني ما تعاني نتيجة الفساد والمحسوبية والمحاصصة الطائفية المقيتة، وصول أشخاص لا نعرف من وين إجوا سوى أنهم موالون لغير العراق واشتروا مناصبهم برخيص الدنيا وبأموالهم الزائلة. اليوم عندنا مواطن يوثق الحال المتردي للمستشفى العام في المحافظة والحال المزري بسبب الإهمال والفساد. تعالوا نشوفه سويه. مستشفى الصدر كلش متروس دود وصرصور، وعادي حطك لي هنا يتقانوا على الصرصور. بس هذا مستشفى شوف خايس لاخر درجة حق ابن علي. شوفوا مستشفى الصدر كلش متروس دود وصرصور، وعادي حطك لي هنا يتقانوا على الصرصور. بس هذا مستشفى شوف خايس لاخر درجة حق ابن علي. مستشفى بها حشرات. بالنسبة إلى هاي الحشرة المقيتة المقرفة اللي تعيش بالمجاري، أنتوا تعرفون أنه هاي الحشرة تجي للدنيا لونها أبيض، تسود بسبب الميكروبات والميكروبات والفضلات والكثير من القضايا اللي تعلق بجسدها ويصير لونها أسود. إذا ما تعرفون روحوا شوفوا الوثائقيات عن هاي الحشرة وعن حياة هاي الحشرة ودورة هاي حياة هاي الحشرة وشنو تنقل من أمراض في حال ملامستها إلى الحياة بشكل عام. ولهذا السبب ببيوتنا نكافحها بشتى الطرق حتى نخلص من مصايبها، لأن مصايبها كبيرة. بس ما الموجودة بمستشفى اللي من المفترض هو أكثر مكان معقم بالدنيا، واللي المستشفى بها ريحة خاصة. لما تدخل إلى أي مستشفى بالعالم يقول لك أنا أكره ريحة المستشفيات، اللي هي ريحة جاية من كثرة التعقيم واستخدام المواد المعقمة والمطهرة حتى يتخلصون من هكذا مظاهر شفناها قبل شوية بهذا الفيديو. بس الجماعة بالعراق كوزير صحة ومدير عام ومدير صحة في أي محافظة ما مهتمين بهاي الأمور. شنو يعني حشرات بالمستشفيات؟ شنو يعني قوارض بغرفة العمليات؟ شنو يعني نفايات منتشرة بغرف العمليات؟ شنو يعني؟ روح واحد يفهمهم يقولهم شنو يعني. محمد زبون القريشي يقول مستشفى عمر الافتراض انتهى ويحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ناهيك عن دور المجتمع والمراجعين في وصوله إلى هذه المرحلة نتيجة لقلة الوعي الصحي والثقافي وانعدام الضمير المهني من بعض العاملين فيه. حسين، المشفى المعروف عنه يكون أكثر نظافة وتعقيم لأن بي أرواح ناس، من هو المسؤول عن هاي الأرواح؟ وأبو فراس يقول مستشفى أرادوا هدمه وبناء مستشفى جديد، لكن الأحزاب المتسلطة رفضوا هدمه وإعادة بنائه من جديد، اكتفوا الترميم لأن الترميم بأموال يستفادون بها المسؤولين ويبقون يرممون لمن يصبحون مليارديرية والشعب يتحمل معاناة ومرض. ولارا علي تقول أقذر مستشفى ومن تدخل ما بيك شي تطلع مريض، إذا هي منتشرة بها الحشرات ومنتشرة بها الميكروبات وعدم وجود نظافة وهذا الصورة اللي شفناها. نعم نعم، لأنه أنت فعلياً بتأسس إلى بيئة خصبة
لانتشار الفيروسات والميكروبات، بيئة نشطة لانتشار أي نوع من أنواع الأمراض. ففعليا اللي طب ما بيشيل هيك مستشفى يطلع مريض وبأكثر من مرض. نروح من معاناة المستشفيات وقضيتها إلى معاناة تلاميذ وطلاب العراق بمدارس متهالكة وكرفانية إلى طرق غير معبدة، وأخيرا جسور ما موجودة. جسور اليوم في بعض المناطق عبارة عن أنابيب أو ما شابه شيلمانة، خشبة فوقها جواني، بوري فوقها جواني. تخيلوا بلد موازنته تعدت 140 مليار دولار، وبي دوائر هندسية، وبي وزراء، وبي وزارات، ذن كلهن أجزن أن ينشؤون جسر ما يتعدى عدة أمتار لأهالي وأطفال قرية صغيرة بقلعة سكر بمحافظة ذيقار، والمحافظ مخلصها جلسات شعر ودواوين. وأبو الله لي وفقني أبو حكومة الإنجازات، وعام 2024 راح يسوي لي جسر للمشاة بالقريعات بصف جسر ثاني للمشاة موجود أصلاً، بس ما فكر بهاي القرية وهذا الجسر البدائي اللي دا يعبرون عليه. تفرجوا. السلام عليكم. مناشدة إلى محافظ ذيقار المحترم وأعضاء مجلس محافظة ذيقار، قائم مقام قلعة السكار من قرية العريف الواقعة في قلعة السكار قرب شارع الصالحية، مناشد على هاي القنطرة والشارع. شوفوا هاي الطلاب تعبار، صار لنا سنتين مقدمين طلب على هاي القنطرة ولحد الآن ما جاي مشتغلينها. الطرق والجسور ما حد الآن ما جايين يكشفونها، الري اجوا كشفوها والطرق والجسور لحد الآن ما جايين كاشفينها، وهاي الطلاب كلها تعبوا منها على سعيوك الطفيل. المسؤولية من هاي الأطفال فوق 150 طالب. الشارع مسافته كيلوين وربع، قرية العريف. الجسر حتى ما يحتاج سند بنص النهار، ما يحتاج دعامة أصلا بنص النهار، كل اللي يحتاجه هو صبه منا لهنا، عمي خشب منا لهنا، عمي سووا لنا جسر مثل جسر ابو الدوب، ما ادري تتذكروا له لا. عندنا مناشده اخرى من اهالي قريه غازان ساده بناحيه الرشاد بمحافظه التاميم. احد المواطنين يشكو من انهيار سياج مدرسه للناحيه اللي تضم تقريبا 150 تلميذ وتلميذه، واشتكى من حال الناحية المتردي والمنسي من قبل مجلس محافظة التأميم وعدم وجود خدمات أيضا بالناحية. تعالوا نشوف. هاي السلام عليكم سيادة المحافظ. هاي تالي مدرسة غازان سادة في ناحية الرشاد، هذه قديمة لأبعد الحدود وبها ما يقارب بها بالمئة فوق 150 طالب. هاي حال حالنا وهذا حال اللي هاي القرية المهجورة، هذه المدرسة المهجورة. يعني احنا شنو مو عراقيين؟ مو بالعراق مثلا سيادة المحافظ؟ بس تعال شوف رحمة الوالديك، هاك شوف هاي شان وقعت، هاي شان وقعت على الناس، وقعت على اطفال العالم. باوع شوف شوف شلحك، شوف الاساس مع لوان واصل، مدرسة حيل قديمة وهذا الشارع. هذا حالنا، هذا حال التبليغ، هذا حال التبليغ. شوف هذا حال التبليغ، ما يقارب 6 كيلوات. احنا ندق سياراتنا تكسرت كامل. هذا حان كل القرى اللي حوالينا منا ومنا كلها تبلطت، الا هذا القريه بقت ما حد ببالها. يعني بدنا نعرف الاسباب شنو، وبعد لكم هذا الامر وان شاء الله ما تقصرون. ده تشوفون الحال اليوم بالعراق، هذا حال بالعراق. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق موجود يعني من منصه فيسبوك، وداد محمد تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم من كل ظالم، والله اني من شفتهم هيك يعبرون متت من الخوف، الله يساعد اهلهم. وشمس الدين الغلام يقول: صدق كذب، يعني حياه العراقيين هيك صارت رخيصه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وام حيدره: يعني هاي الاهالي من كل عقلها تدزهم للمدرسه، لو اموت ما ادز جهالي واخليهم يعبرون على هيك جسر. ورفيف الواسطي: والله عيب حال العراقي هيك، ما تستحي الحكومة. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. أبو عمر من الناصرية حياك الله. انقطع الاتصال ويا أبو عمر من الناصرية. هسه نطلع من قضية معاناة التلاميذ وتعالوا نشوف الخدمات بالعراق والمحافظات والمدن العراقية. أهالي الحي العسكري بالنجف اشتكوا من تحول السوق القديمة اللي تتوسط حيهم
إلى مكب للنفايات. تخيلوا يعني رغم المناشدات الكثيرة لكن السوق القديمة اللي تهدمت بحجة إعادة بنائها وتجديدها بقت على حالها وتحولت إلى مكب للنفايات. فأنت تخيل في كل مدينة بالعالم أكو سوق، سوق شعبي، سوق للخضروات، سوق يستفادون من عنده، أكو ناس تترزق من عنده. هذا السوق كان شغال، جوي قال لهم يابا هذا لازم يتهدم، هاي سوق قديمة لازم نسوي لكم سوق غيرها جديدة. أما السوق اللي موجودة صارت هذا حال. يعني التابعة للبلدية، يعني هسه البلدية مكب نفايات مخليته لو شنو؟ السوق من تبلش لحد الآن احنا جاي نعاني من عند الله وكذا، والزبالة هنا متكومة، شارعين سيد. يا سنة تبلش هالسوق؟ زبالة صلوات 2015 تقريبا. وعلى الوضع يا باقي على هاي الوضعيه، حتى الريحه الريحه شوف الريحه كابسات ما تفرق تامين هالنفايات، هاي عندي كاروبات انقاض ما انقاض لبون هناك زين، هاي منا يجمعوها الشفلات وتدفع جو يرجع حد هناك لجو. الله يكون بعونكم يعني. وعليكم السلام سيدي. الطمر الصحي هذا طول ما صحي يعني فلس. وين مكانكم سيد؟ مكاننا بالعسكر المدارس، السوق القديم يوم المستوصف الاول. ايه شو وقت شالوه هذا السوق؟ شالوه قبل 5 سنوات، وبعد البلديه قاموا يشيلوا بالبناء، ابو الانقاذ يجيب هنا انقاذ، العده يشيل يشمر هنا. زين هم ليش شالوه يعني بالاسف؟ السوق بعد صار تجار بسوق العسكري قبل وشالوا هذا السوق. ايه شوف التمر الصحي هذا يوم شالت اسبوع كامل، اجى سياره رفاه ما طفته، ولجنه العتبه ما طفته. من المفترض على السوق أن تتوسط منطقة سكنية، لأنه هذا لازم يكون قريب من كل مكان. أكو ناس فقرة ما عدا سيارات، يقول لك ما تقدر تروح، تقدر تتمشى للسوق تتسوق وترجع. وبكل منطقة، أنا منطقتي ببغداد كانت أكو سوق، سوق العظمية، نروح نتسوق، وسوق شعبي قديم قريب من أبو حنيفة النعمان ورا بنك الرافدين. لكن ما من المفترض أن تتوسط المنطقة السكنية مكب للنفايات، روائح، حشرات، قوارض، زواحف، حيوانات سائبة كلها تتجمع بهيج أماكن. غير الروائح ميكروبات، أمراض، هواي أمور. فدائما مكبات النفايات تلقاها خارج المدن مشمورة على صفحة، وأكو طرق للطمر في بعض الأشياء اللي هي المخلفات الطبية، مخلفات المستشفيات، مخلفات المعامل الكيميائية، ذني ينطمرن بطرق معينة حتى الناس ما تتأذى. بس اليوم بالعراق مكبات النفايات بوسط الأحياء والمخلفات الطبية والكيميائية وين يذبوهن؟ عيني بالشاط. طلعنا من هنا، تعالوا نروح سوية إلى محافظة المثنى، تحديدا مدينة السماوة. مواطن هنا يوثق لكم الإهمال اللي صاير للساحات الرياضية بالمنطقة، وتحول الساحة الوحيدة اللي موجودة بحيهم إلى بركة مائية وراء الأمطار الأخيرة اللي ضربت العراق. تعالوا نشوف. تعرفون هذا حال شنو سببه؟ أنا أقول لكم. مثلاً أنا مذيع أخبار ومقدم برامج، أفتهم هذا الشغل وأقدر أدير لك أي حلقة براحتي لأن هذا شغلي. بس تجي علي وتقول لي هاك هاي طيارة بوينغ 737 بيها ركاب راكبين وما أعرف شنو، ما عندنا طيار، هاك حبيبي المفتاح يلا طير بيهم ووصلهم. ناهيك أنه أنا ما راح أعرف أطيرها،
واذا طارت راح اوقعها ورا 4 دقائق. فذول اللي بالطياره كلهم راحوا، فبالضبط هذا جايبين واحد كل شيء ما يفتهم، مخلي مثلا مدير طرق، مدير جسور، مدير شبكات الصرف الصحي، المجاري وغيرها، فهو ما يفتهم شيء. فالمي وين يطلع؟ بالساحات العراقيه وبالشوارع. محافظة بابل الحال نفسه كأنما الواقع العراقي مستنسخ من مكان لمكان، وكل مدن العراق الإهمال اللي بيها استنسخ بشكل كبير على يد الأحزاب الحاكمة للعراق بيد ملؤها الفساد. مواطن وثق لنا فيديو يقول قبل يومين مطرت الدنيا، يابا أوكي مطرت الدنيا، نعرف من تمطر الدنيا تغرق، لكن صار ليومين المطر من راح، بس مي المطر بعده يتجمع قرب أحد المدارس، ايش وقت يروح هذا المي؟ ايش وقت الشارع يصير زين؟ هذا ايش وقت؟ بسوق عنانة ببابل المي اللي تم سحبها بتعاون الاهالي واصحاب المحلات وسواق المنطقة، لكن الشوارع بقت على نفس الحال. ويذكر انه مجلس المحافظة ما يذكر معاناة الاهالي بهاي المنطقة. تعالوا نشوف. يعني من حقنا كمواطن في منطقة عنانة نسائل، يا ترى هل عنانة مشمولة في خطة سحب مياه الأمطار؟ يا ريت الإجابة على هذا السؤال. طلاب نباشر شلون راح تداوم؟ شلون تعبر من منطقة إلى منطقة؟ يعني السؤال إلى الجمهور اللي انتخب نوابه وفاز، يا ريت ناشد نوابكم يعني مو يجيكم يسحب لكم تنكر مات مي ويساعدون هاي المنطقة، لأن باكر ابنك أو أنت تروح الدوام. يبقى السؤال، ينسحب هذا المي؟ سؤالنا إلى مجلس محافظة بابل، مشمولين أو مشمولين؟ حمود الورد، يا ريت يعني يتنشف المي إن شاء الله، نتأمل. الموانئ بالعالم لما تنبني اكو رصيف حجري بعيد عن الميناء بمسافه او ساتر حجري، ليش؟ يقول لك حتى الموج اللي مال البحر او مال المحيط لا يجي على الميناء ويخرب السفن ويخرب هواي امور. فاني اهل البيوت اللي بالعراق اليوم مو بس بهاي المنطقه، اطلب من عندهم انه يفلشون كل الاسيجه مالتهم، شويه يرجعون متر ويبنون ساتر حتى خاف تمطر الدنيا المي لا يفوت لهم يظل برا. مع الأسف حال العراق وصل إلى هذا الحال، بلد ميزانيته أكثر من 100 مليار دولار. أبو فادي، شو وقت تخلص هالربابة ونصير حالنا حال البشرية؟ عندهم شوارع بها خير ومجاري ومتنزهات ومدارس ملينة. أحمد داود، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحي العسكري مأساة الشوارع انعدمت، يشتغلون بنهاية الصيف وتمطر على السبيس. وحسين، بلد بس تخريب ماكو إعمار. وهاشم الأعرجي، شنو دور المسؤول في هذا الجانب؟ أعتقد أخذ حصته وطلع من الموضوع. فكان هذا تعليق الناس على هذه القضية. أبو عمر من الناصر يرجع لنا، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ فهد. عليكم السلام ورحمة الله. وياك أبو عمر، تشرين من الناصرية، شلونك؟ شلون صحتك عمي؟ حياك الله أخوي أبو عمر، الحمد لله، نسأل الله أن تكونوا بخير. رحم الله والديك. طبعا بالنسبة مع الأسف العراق بيدولة، بس أرد أقول هاي والله العظيم مع الأسف العراق بيدولة الخونة، دولة خونة يعني ما مثل ما يعني خائن. الله شاهد والله، يعني العراق خالد مرو دمار، لا بنية تحتية زين، العالم قطعوهم للجوع. يعني يا عمار هذا كله يحكي كذب، هذا محمد الشعب السوداني خلي اسمعني من منبركم هذا الكريم، واحد كذاب يصفقون صفق بالكذب والله العظيم. اي محافظ يجي جاي ابوك استاذ فهد تسمعني؟ نعم. تسمعني عمي؟ نعم. اي محافظ جاي يجيبوك وما يحاسبونه، لان دول احزاب، دول احزاب، هاي ما جايين دول، جايين على جيوبهم الخاصه، دول جايين على جمهور خاصه، دول دمروا البلاد دمار. يا مش سويته؟ قل لي يا محمد الشاعر السوداني، قل لي من الحد من الجيش لحد الان، قل لي يا مش سويته؟ كله كذب بكذب، لان انت رئيس وزراء تكذب، ترى الجمهوريه شلون ما تكذب؟ لان انتم كلكم كذابين والله العظيم، وانتم عملاء وانتم جاي يعني العراق دمرتوا دمار. نعم والله العظيم، وكل شيء ما اقول معكم الله يتقم معكم ان شاء الله.
انت تقول الله لا يوفقني لما طبيت المستشفى ما تستحي ما تخجل اخي عيب عليك مستحي شوي عيب نعم. عيب هذا بلاد هذا بلاد الرافدين استويت بي دمرت ودمر والله العظيم لا شارع مبلط عدل لا جسر لا جسر لا جسر مسوينا عدل كل شيء ما مسوي الحبان كله كذي مسكت زين استاذ فهد نعم وشدون على العالم يوم يطلع كله يوم اجتماعات قاضي اجتماعات علينا هم بعدك اربع سنوات هم تروح يجوعد غيرك هم يتشدد نعم ايه بستحي شوي خجلوا غدار ما شايف رئيس وزارة تشدد كلكم تشدون والله وما تستحون اصلا انتم ما تستحون انتم ما لكم مستحلات وعملاء عملاء اسرائيل وايران نعم ما لكم المستحلاتكم زين يا عمي وتعبوا على صدام تقول صدام عمي صدام صحيح قدام صحيح بس لا تنتقوا يا بس يا عم راح سمعتكم زين يعني هاي كلها شوارعة الحد الآن يعني من راح سقط من سقط صدام الحد هاي شوارعة زين هاي جسور ماسة زين أستاذ لا سويتكم جسر زين لا سويتكم شارع خدماتكم كلها زفت بزفت زين البلدية زبالة على مدير البلدية والله العظيم لا بلدية بيها حظ زين لو لا يعني مشكلة عمي أفل والله متنا من عندكم الله ينتقم منكم إن شاء الله الله ينتقم منكم السلام عليكم شكرا جزيلا لك يعني أبو عمر ذكر يقول إنه هاي شوارع كانت شوارع بناها النظام السابق اللي هم جوي ضده وحكوا عليه لكن حتى هاي الشوارع بزمن الحصار ما غرقت وإذا غرقت في بعض المناطق مرة بس ما كانت الشوارع طين ولا الطلاب ما عندهم مدارس ولا كانت ما عندنا مناهج ولا كانت عندنا دائرة المناهج ما تشتغل ولا كانت ما عندنا وزارات لا كلها موجودة والحصة التموينية كانت 14 مادة وبها هواية أمور وشهر بشهر توصلك والبنزين رخيص المهم تغزو الأسواق العراقية اليوم هواية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية يعني اكسباير واللي ما تصلح للاستخدام البشري واللي أدي استخدامها إلى تسمم يصل إلى الموت في بعض الأحيان لا سمح الله يعني هاي القضية تهدد حياة هواية من المواطنين والسبب هو واحد الفساد ثم الفساد ومتاجرة التجار بأرواح المواطنين وبقوت الشعب وبقوت المواطن واللي تصل إلى أن يقوم البعض من المتنفذين بتغيير التأريخ المطبوع على بعض المواد الغذائية حتى توصل للمستهلك ويتربح من وراها من مرض وموت البعض الآخر من المواطنين حول هاي القضية ولمزيد من التفاصيل تشوفوها بسياق الانفوغرافيك اللي أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين شكرا لقسم التواصل
الاجتماعي. عندي رسالة واتساب واحدة تقول: إنجازات حكومة السوداني، نور زهير تم إخراجه وذهب إلى سرداب واختفى، كيلو اللحم ب 22 ألف، فارق السعر الورق بين الرسمي والسوق 30 ألف دينار، العقار صعد سعره ضعفين، الخبز 7 بألف، والله يستر من الجاي لأن الاغتيالات والسلاح المفلت صاير على فلس، حملات اعتقالات وتكميم للأفواه. المهم أنا أسأل السوداني اليوم، أنت صليت له لا؟ نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذنه تعالى يوم الجمعة، انتظروني، في أمان الله.